لقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن وضع اليدين على الخاصرة أثناء الصلاة، فأين تكون الخاصرة؟ جزاكم الله خيرا. الخاصرة هي أسفل الجنب، هي أسفل الجنب، هذه هي الخاصرة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وضع اليدين على الخاصرة في الصلاة لأن فيه تشبها باليهود، قد نهينا عن التشبه بالكفار، هذا هو الحكمة، الله أعلم بذلك.